عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات النص الاول من شهر يوليو لعام 2019 لاصحاب برج الحمل. مبدئيا هبقى اتكلم على توقعات كاملة او تفصيلية قريب لاصحاب برج الحمل، لكن حاليا انا هتكلم على توقعات هتكون بشكل سريع. مبدئيا خلونا ندخل في الموضوع على طول. اصحاب برج الحمل عندكم حاجات جديدة كتير، وحاجات هتكون مبهجة وحاجات مفاجآت سارة في النص الاول من شهر يوليو. النص الاول اسبوعين، لكن هيحصل لكم حاجات هتكون مبهجة هتحسسكم ان انتم قربتوا توصلوا لاهدافكم او بتحسسكم بذاتكم اكتر. ماديا خلونا نتكلم على العمل والماديا لاصحاب برج الحمل. من ناحية العمل عندكم في يعني وظيفة تانية، يعني اللي بيشتغل في وظيفة فهيبقى عندهم وظيفة تانية او هيبقوا يشتغلوا وظيفتين مع بعض، ده هيسبب لهم دخل مادي زيادة ومكافآت مادية، وده هيبقى حاجة حاببها جدا اصحاب برج الحمل، لان اصحاب برج الحمل بيشوفوا ان لما يبقوا بيشتغلوا ويعملوا جهد كبير ويكون في نتيجة مادية او تعويض ايا كان، فبيحسوا ان هم في نتيجة او نتيجة تعب اللي هم بيعملوه، فبيبقوا فرحانين او مبسوطين بده، وده حاجة بتسعدهم جدا. كمان في عندهم ترقية او في عندهم الوظيفة اللي كانوا بيحلموا بيها بالنسبة للناس اللي بتدور على وظيفة، فعندهم حاجة من ناحية العمل هتكون قوية جدا، هيكون في تقدير من الناس اللي حواليهم، على الرغم ان هيكون في عين شوية مش حلوة من الناس اللي حواليهم بسبب العمل عند اصحاب برج الحمل. يعني كتير باصين على الوظيفة اللي انت شغالها او اللي عنده مشروع خاص، ناس كتيرة بيبصوا على ان انت ازاي يبقى عندك مشروع خاص، حاقدين عليك شوية. فعامة يعني طبعا داروا على شمعتكم، ما بلاش ان انتم تقولوا ممكن تكونوا بتكسبوا ايه، دخلكم ايه، الكلام ده، لان شوية في ناس زي ما قلت ان هم بيبصوا لكم، والناس ده يمكن يكونوا من القريبين اكتر يعني من الناس اللي الغريبة. كمان فعندكم دخل مادي حلو، عندكم اللي داخل مشروع فعندكم ارباح مادية هتجيلكم، وده هتسبب لكم سعادة او مكافأة ومفاجأة في نفس الوقت. ده من ناحية العملية والمادية. تعالوا نتكلم على الوضع العاطفي لاصحاب برج الحمل. من ناحية العاطفية بالنسبة للناس اللي بتدور على الحب، الحب موجود قريب منكم من في القرابة، يعني درجة القرابة اللي هو من عيلتك او من اصدقائك قريبين منك جدا، لكن متوقعين ان دول اصدقاء فقط او دول قرايب فقط، ما يعني مش حاطين في بالكم ان ده حب. لكن بالنسبه للناس اللي حاطين عينها على شخص وبيحاولوا ان هم يقربوا منه، حاولوا تتكلموا. لو اتكلمتوا عندكم الفتره دي انتم مبهجين، يعني اللي هيتكلم معاكم هيحس ان هو عايز يتكلم معاكم ويقرب منكم، او بمعنى اصح عندكم قبول، يعني في قبول عندكم بالنسبه لو انتوا اتكلمتوا او فتحتوا حد في موضوع ارتباط او زواج، فهيكون في قبول، ففي موافقه، او فيها على الاقل هيبقى في لغه حوار، فده هيساعدكم كتير جدا ان يبقى في تعزيز في العلاقه. كمان بالنسبه للناس المرتبطين او متجوزين، فعندكم في حب زياده او في تفاهم، في حاجه حلوه انتم هتمروا بيها مع الشريك، وبالتالي ده هيساعدكم جدا في رحلات هتكون رومانسية، هتعيشوا فيها اجواء رومانسيه، وده برضو هيساعدكم جدا، هيخلي عندكم طاقه ايجابيه اكتر، هتساعدكم ان انتوا تكونوا مركزين في العمل، ويمكن دي تكون السبب في نجاح العمل. النص الاول زي ما قلت من شهر يوليو عندكم في حاجات كتيره حلوه. كمان بقى عندكم مفاجآت ساره كتير، زي عندكم في حاجه جديده في حياتكم، في هتسمعوا خبر حلو زي بيبي جديد او انتقال لبيت جديد او تجهيز ان انتم بتجهزوا لبيت جديد، او زي ما قلت في ارباح ماديه، في يعني عندكم حاجات كتيره حلوه الفتره اللي جايه. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتم يجيلكم الحاجات الحلوه ما حدش يعرفها، يعني حاولوا تدايروا شويه على نفسكم، لان اصحاب برج الحمل معروفين بالعين او بالنظره، فبالنظره دي بتجيبهم الارض جدا، فخلي بالكم على نفسكم، مش ضروري اي حاجه حلوه الناس تعرفها، ممكن نداري عشان تكمل. في تكات، في تكات هتبقى شويه صعبه في العلاقه العاطفيه، ممكن يحصل خلافات لكن هتكون بسيطه وهتعدي، طبعا هتعدي بان انتم ما يبقاش في جدل،
او ما يبقاش فيه عصبيه. لو ما تعصبتوش قدرتوا تمسكوا نفسكم في العصبيه او الجدل فالموضوع هيعدي ببساطه جدا جدا. هي تبقى تكات بسيطه لو احنا ما ركزناش عليها فكان ما فيش حاجه وحشه او مشاكل هتبدا ان هي تحصل معانا. لكن عندكم النص الاول من شهر يوليو هيبقى حلو جدا، حاولوا تستغلوه. طبعا ما فيش حاجه حلوه بتيجي الا لما يكون في جهد وفي جهد جامد كمان، فنحاول على قد ما نقدر نستغل الطاقه الايجابيه، نعمل مجهود بحيث ان احنا يبقى في نتيجه وعائد يكون يرضينا. لو هنتكلم على الوضع الصحي لاصحاب برج الحمل، عندكم الوضع الصحي كويس جدا، لكن العين او النظره او ان حد يبقى باصص لكم في مالكم ده شويه هيسبب لكم تعب جسدي وارهاق، فخلي بالكم لان زي ما قلت النظره عندكم شويه بتتعبكم جدا، فده هيسبب لكم ارهاق. فطبعا نداري على نفسنا ونداري على الكلام او على حياتنا بمعنى اصح. دي كانت توقعات سريعه، بتمنى ان انا اكون فدتكم. طبعا انا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. بشكركم جدا وسلام.